حذرت المرجعية من توهين المنبر، وهذا التوهين له عدة صور. الصورة الأولى هي أن يطرح الخطيب أشياء غير موثوقة، غير مثبتة، أشياء لا مصدر لها، لا واقع لها، تحت عدة عناوين. هذه الأمور توهن المنبر. ليش؟ لما أنا أجي أسمع من خطيب ألف قضية كذب وأنا تأكدت أنها كذب، ومن خطيب باء نفس الشيء، ومن خطيب جيم نفس الشيء، شنو بتصير نظرتي للمنبر؟ نظرة سلبية. أنت كخطيب لابد أن تتحرى الصدق والدقة في النقل. هذا توهين، يصير المنبر يوسم بالكذب. أن يبالغ الخطيب أو الشاعر في ذكر مقامات أهل البيت عليهم السلام بما يرسخ معالم الغلو عند الناس، تحت عدة ذرائع يجي يطرح قضية ظاهرها الغلو، يقول لك أنا ما أقصد هذا المعنى، أقصد بتأويلك. لا، أنت الآن توهم الناس بالغلو، أقلها المنبر سيوسم بالغلو. قد يكون لهذا الكلام معنى صحيح لكنه معنى بعيد جدا. هذه للخطيب وللشاعر وللرادود وللناعي، كل هذه من صور توهين المنبر. أو نفس أنك تطرح قضية بحثا لكن البحث ضعيف، هذا توهين للمنبر. يجي واحد مو محضر ولا شيء، قبل المجلس بنص ساعة أخذ له كلمتين يمين يسار وجاء على المنبر وبدأ شرق غرب شمال جنوب، قال هذه خطبة منبري، هذا توهين للمنبر. لابد أن تحترم المنبر وتحترم المستمعين. ترى تغيرت الحال، حين ممكن نسوي استفتاء بسيط أو استبيان، كم واحد من الموجودين مخلص جامعة يرفع إيده؟ اللي مخلص جامعة يرفع إيده. شوف عدد لا بأس به، يعني الطابع العام لمجتمعنا أنه مجتمع أكاديمي جامعي، بالذات الجيل الجديد كلهم جامعيين. تجي أنت واحد مفضي من وقته ساعة في اليوم يجي يتسمع لك معلومة واحدة، فائدة واحدة ما يحصلها، طبيعي هذا ما بيرجع وبيشطب عليك وعلى كل منبر، هذا توهين للمنبر. لابد الاستعداد الجيد لطرح ما ينفعنا.